بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. يبقى فيه بقى مقرنين في الأصفاد، أدي الواحد، والسرابيل من قطران، أدي التانية، وتغشى وجوههم النار. إيه تغشى وجوههم النار؟ قال لك لأن الإنسان إذا ما تعرض لعطب أول ما يحافظ، يحافظ على مين؟ على وجهه. ترتشي وعامل إيه؟ إذن الوجه ده هو أشرف حاجة الواحد. إيه؟ قال لك شوف بقى النار هتيجي على مين؟ ولذلك يجي في آية تانية: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. طب ده الوجه أنا بصونه عن أي أذى، أقوم أني أتقي العذاب بوشي عشان يدفع عني؟ يا إيه ده؟ يبقى عذاب شكله إيه ده؟ بقى الوجه اللي احنا بنعمل ايه؟ بنحافظ عليه، يقول تغشى وجوههم النار، مع انني بعمل ايه؟ بحافظ على الوجه. اي حاجه تيجي الاول الايه؟ قال لك لا، ده تغشى وجوههم النار، لا مش عكس ده، تشتد عليهم لدرجه انه عايز يحوش العذاب بوشه. عذاب ايه تشكل؟ اذا ففيه وسائل احساس شتى. انت بتقول الوجه، قال لك ده فيه احساسات مش متعدده، ولذلك الاحساسات هيقول لك كلما ايه نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. ليه؟ لان اذا نضجت الجلود ماده الحس انتهت، يقوم نقول لهم نجيب لكم جلود تانية علشان تفضل العذاب ايه؟ العذاب مستمر، ليذوقوا العذاب. وهناك أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. بيقول قول لي حالته تبقى إيه دي؟ اللي بيتقي العذاب بوجهه ده، يبقى العذاب شكله إيه؟ وهنا الآية الثانية بيقول إيه؟ يوم يسحبون في النار على وجوههم. الله، تبقى الوجه جاي كم مرة؟ بيهين فيه كم مرة؟ تغشى وجوههم النار، يتقي بوجهه سوء العذاب، يسحبون في النار على إيه؟ على وجوههم. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس بما كسبت. ليجزي الله كل نفس ما كسبت. إذن الحق سبحانه وتعالى وحيقول إيه؟ لا ظلم اليوم أظن، مش كده بعدين؟ إن الله سريع الحساب. في حتة تانية هناك: لا ظلم اليوم، يعني واحد أصل فيه ساعة العقوبة، والواحد يتخيلها ويتصورها، العاطفة تخلي المعاقب يصعب عليك. أم قال لي اوعى تحط دي، ما في الظلم ما جبناش له كلمة، ابقى شوف الجريمة اللي عملها ايه، يعني قارن دي. ولذلك احنا كنا قلنا ان من اسباب استشراء الجرائم ايه؟ تأخير العقوبات عن الجناية، لان تأخير العقوبة عن الجناية بتيجي العقوبة والجناية باهتة في نفوس الناس. إنما لو أنها في ساعتها كده كانت تبقى مقابلة باتنين، نشوف عمل إيه، مش تقول لا أنت هتموته وتعدمه إزاي تعمل مش عارف، ما تشوف هو عمل إيه بقى. أنت تلومني على أنني باخده بحق، ولا تلوموش على أنه أخذ المسألة الأولى بباطل؟ إزاي الكلام ده؟ مين قال؟ تيجي بقى إذن فالجزاء أمر طبيعي في الوجود، حتى أن الذين لا يؤمنون بإله ويديرون حركة حياتهم بتقنينات من عندهم، هم نفسهم عملوا إيه؟ عملوا قوانين الجزاء، جريمة وعقوبة. اللي مش مؤمنين بإله، يبقى إذن ليس الأمر بدعا في إن نعمل جزاء. ما كانش فيه جزاء، يبقى اللي خد راحته في الدنيا كده ومشي على حل شعره يبقى انبسط ولا ما انبسطش؟ ويبقى مين اللي خد مقلب بقى؟ اهل القيم يا عين، خدوا مقلب.
يبقى دوك خد حظه ايه ولا فيش ايه؟ يبقى لازم ضروري من الايه؟ من الجزاء. ولذلك قلنا زمان الحق سبحانه وتعالى حينما ضرب لنا في صورة الكهف مثل الانسان الممكن من الله باسباب قوية يستطيع بها ان يسيطر، قلنا حتى اذا بلغ ايه؟ المغرب الشمس وجدها تغرب في عين ايه؟ حمئة، ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا. انت بقى ايه واخد كارت يسموه كارت ايه؟ شوف انت بقى كل واحد على اما ان تعذبه واما ان تتخذ فيهم ايه؟ حسنا. طب هو قال له اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا، ام قال والله انا هاخد الاثنين هاخد ايه؟ هاخد الاثنين، اعذب واتخذ حسنا، اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه، واما من امن وعمل صالحا فله جزاء وسنقول له من امن. يبقى اذا قال يبقى خد الاثنين، ما قال له اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا، قال له انا هاخد ايه؟ الاثنين، اللي كده نعمل كده واللي كده. يبقى قانون الجزاء قانون مرعي ولا لا؟ تعالى كده في الابناء الواحد بيربيهم وبيحبهم وعمال بيدفع الدم عشانهم، انما بيعاقب ولا ما بيعاقبش؟ بيعاقب، انما عقوبه مين؟ عقوبه المحب، عقوبه الوالد. اي الواحد ياخد ابنه يقول له للطبيب اقطع صبعه ده ولا اعمل له الجرح ده ولا مش بيحصل. يبقى اذا الجزاء امر طبيعي، وما دام الجزاء امر طبيعي يبقى ما فيش ظلم في الجزاء. ان نظرت الى ظلم للجزاء العنيف يبقى شوف الجريمه العنيفه علشان تقول. وكلمه ليجزي الله كل نفس بما كسبت، ليجزي الله كل نفس ما كسبت. كل نفس يبقى خدت مين؟ المؤمن والكافر. طب ايه ما كسبت؟ ما هو الكسب اولا؟ الكسب هو ان تاخذ زائدا على اصل. انت جبت سلعه ب10 وبعتها بكمين؟ ب15. يبقى الكسب انك انت خدت زائد على مين؟ على الاصل. سمى ربنا هذه العمليه كسب، لانك انت لما تحرم نفسك في الدنيا من شيء هتاخد ايه؟ اكثر منه. طب ما هو بلا من كسب سيئه؟ ثم قال لك كان الاصول هنا في اكتسبه، لها ما كسبت. لما يجي في التقابل يقول لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، يبقى اكتسبت ليه؟ قال لك لان الكسب كسب طبيعي، انما الاكتساب فيه افتعال. الاكتساب فيه ايه؟ فيه افتعال. طب امال ايه بقى بلا من كسب سيئه سماها كسب؟ ليه ما قالش اكتسب مثلا؟ نقول له لان في فرق بين واحد يعمل السيئه ويزعل اللي عملها، وواحد يعمل السيئه وينبسط يقول له اما يا سهر الذي هلا لي ساره. يا سلام، الله، اهو ده عملها كسب، عملها ايه؟ كسب. نقوم نقول له ده بقى ربنا يسميها كسب سيئه الذي يفرح بعمل الايه؟ السيئه. انما اللي ندم على السيئه قال ربنا عليه انما التوبه على الله الذين يعملون السيئه ثم يتوبون من قريب، ما يقعدش يفرح بها ويعمل اسوه بقى ويعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا. يبقى اذا كسب جاء هنا في تتخذ الاثنين، كسب اللي هي الاعمال الصالحه، وكسب اللي هي الفرح بالاعمال مين؟ السيئه. ان الله والجزاء عايز حساب، والحساب عايز ميزان. طب ميزان ايه؟ ما احنا مأمنين ربنا يعني بالله علشان يبقى قدامنا كده. قول له هتقول له ده 2 كيلو، يقول له خلاص مصدقك، يقول له لا استنى بس استنى نوزي. الله، يبقى معناها ايه؟ ده إقامة الحجة، إقامة الحجة، ما دام ميزان. ولذلك الميزان لما ربنا قال فمن ثقلت من خفت، تلاقي هنا القسمة العقلية في الميزان مش تامة، لأن مرة ثقلت ومرة خف. طب وإذا تساوت؟ مش موجودة. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة إيه؟ وأما من خفت موازينه فأمه. طب يا رب واللي تساوت؟ يبقى هنا عايزين ضروري حاجة. أهدي فصلت صورة الأعراف، وعلى الأعراف رجال يعرفون كل اللي تساوت إيه؟ لم يدخلوها وهم إيه؟ لأن رحمة الله سبقت إيه؟ فهي المرجح.
ليجزي الله كل نفس ما كسبت. عرفنا هاي، ما دام هيجزي يبقى يحاسب، يبقى في ميزان. وميزان ليه؟ يبقى الان احنا مش مأمنين ربنا، ما المسائل خلاص انتهت. لا يا اخو، علشان تبقى كفى بنفسك اليوم عليك ايه حسيبة. وقال ويقرا كتابه هو، ايه راي انت شوفه. هات بقى، ان الله سريع ده كل دي السور الكلي، كل نفس بما كسبت. يبقى معنى ايه ده؟ استغراقيه، كل نفس هتجازى. شوف كل نفس بقى من لدن ادم بقى، جن وانس بقى كمان، من لدن ابليس ومن لدن ادم. ها، أم قال لك الله انت هتستصعب العمليه دي ليه؟ انما تستصعب الاعمال لذي العلاج، اللي بيعالج العمل. انما اللي بكون ده، اللي بكون ده مش. ولذلك الامام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه، لما يقولوا بيقولوا له يا رب حاسب الكل ده كده مره واحده كده ازاي دي؟ قال ان الله سريع الحساب. ايوه يعني كل كده، كل نفس. قال ايه؟ كما يرزقهم في نفس واحد. لا اله الا الله. لا ايه الحكايه؟ ان الله سريع الايه؟ سريع الحساب. هذا بلاغ للناس. اذا سمعت اشاره فاما ان يكون المشار اليه قد سبق، واما ان يكون تقول له هذا الرجل او هذا الذي رايت، يبقى بتشير الى مين؟ واحد كان قبل كده. او طب هذا اللي هو ايه بيشير الى ايه؟ هذا اي المذكور في هذه السوره كله، ولا من اول ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، مش عارف كل دي. ام قال لك طب ما تقول هذا القران كله اللي جه وخلاص وتنتهي المساله، لانه ما دام بتقول هذا بلاغ، والبلاغ حدوده ايه؟ مش كل شيء نزل من الله يبلغ. هذا بلاغ للناس. كلمه هذا بلاغ للناس اعطتنا ما يعطيه النص القانوني الحديث، لان النص القانوني الحديث حين تجزي واحد تدي له جزاء على حاجه وعمل حاجه، يقول لك لا يصح ان تعاقبه الا اذا جرمته، ولا تجريم الا بنص، ولا نص الا باعلام. مش كده يا سيد المستشار؟ يبقى عايزين ايه؟ عايزين نعاقب. ما فيش واحد يجي يقول لك انت عملت الشيء الفلاني يا اخي كده انا هضربك. هو انت قلت لي قبل كده اللي يعمل دي ينضرب؟ يبقى ما تعاقبنيش على فعل الا اذا كنت قد جرمت الفعل اولا، اعتبرته جريمه. انما فعل لسه هتعتبره جريمه بعد ما عملته؟ لا، ما فيش حاجه اسمها ايه؟ مفيش كلام من ده، مفيش اثر رجعي في الحكايه دي. يبقى لا تجريم الا ايه؟ لا عقوبه الا بتجريم. والتجريم يجي ازاي؟ لازم يوجد فيه نص كذا جريمه اللي يعملها يعاقب كذا. طيب وجبت النص، انت اللي عملت النص يا صاحب التقنيه، ام قال لك لازم اعلام بالنص اللي احنا بنسميه وينشر في الوقائع المصريه، جريدة الدوله الرسميه. يبقى لما واحد يقول انا ما اعرفش الحكايه دي، يقول له لا يا اخوي منشور يا اخوي، جهلك بالقانون لا يعفيك، جهلك بالقانون. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ومهمة بعث الرسول البلاغ عن الله بمنهج الله الذي يصون حركة الحياة. هذا البلاغ. يبقى هذا بلاغ للناس. يبقى إن كنا هنعاقب بقى ونجازج كل نفس بما كسبت وأنا سريع الحساب، فبعد أن إيه؟ بعد أن بلغنا، بلغنا يبقى خلاص، يبقى كلام منطقي. لا عقوبة إلا إيه؟ بتجريم، ولا تجريم الا بنص، ولا نص الا باعلام. وذلك هو الاعلام، وهو الايه؟ البلاغ. ولذلك مهمه الرسل البلاغ بس، انما عليك الايه؟ وعلينا الايه؟ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. وبعدين ابلغتكم رسالات ربكم، مش كده؟ ابلغتكم ما ارسلت به، كلها من الرسل. يبقى إذن لا حجة لقائل بأنني أخذت بذنب لم أعرف أنه ذنب وقت التكليف،
وما دام عرفت انه ذنبي وقت التكليف يبقى انا ارتكبت القحة امام مين؟ امام المكلف. هذا بلاغ للناس ولينذروا به. البلاغ يجي يقول لك دي كذا دي كذا دي كذا، لينذروا. قال لك اه، طب الانذار معناه ايه؟ تخويف بشر يقع، بس التخويف من الشر الذي سيقع يبقى قبل زمنه عشان يبقى له فايدة، يبقى له فايدة. الفايدة انك انت بتجيب لي بشاعة الامر فبتنذرني، وكذلك التبشير، تبشره بايه؟ بشره بخير اوانه لم يأتي، ليمكن انه يستعد ايه؟ عشان يستعد له. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا ان ينذروا به. قال طب ما هو يبشروا ايضا البلاغ فيه. اما قال لك لان اصل البشاره دي مش عايزه حاجه الا الخيبه في اللي حي ايه الخيبه في اللي حيقع، لان اللي عمل خير ده يعني خلاص، انما الخيبه في مين؟ في اللي مرتكب الاوزار ومرتكب الذنوب. ولذلك يجي مثلا يقول لك الانذار ده بالشر اللي يمكن ان ياتي للانسان من ارتكاب اي عمل تذكير به نعمة. التذكير بيه لما تيجي تقول لابنك ايه؟ ذاكر يا ولد، ده لما تسقط يا ولد الاساتذة يحتقروك واخوانك يستهزئوا بيك واهلك يظنوا عليك واهلك، ساعة ما تيجي تقول له كده تبقى دي نعمة برضه، انك انت بت ايه؟ انك انت بتنبهه. ولذلك بعض الناس اللي برضه زي ما قلنا كده يحبوا يستدركوا على كلام الله، يقول لك في سورة الآلاء، سورة الآلاء اللي هي سورة الايه؟ الرحمن، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، بعد كل حاجة يقول فبأي ايه آلاء، بيسألك يعني يقول لك طب النعمة دي انت خلق الإنسان من ايه؟ من صلصال كالفخار، وخلق الجنة من مارج ايه؟ من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان. دي نعمة بيسأله يقول له طب بالله دي رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ، فبأي آلاء ربكما ايه تكذبا، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، طب دي تكذبها دي، فبأي آلاء ربكما ايه تكذب، وله الجوار المنشآت في البحر ايه كالأعلى، فبأي آلاء ربكما ايه تكذبا، طب كل من عليها فان، التي بقى اقول لك فبأي آلاء ربكما تكذبان، اي واقول له احذر الدنيا دي مش دايما يا ابني ده هتموت، يبقى نعمه ولا لا؟ يبقى نعمه اللي قلت له عليها. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، يبقى مش فانين وكده، انما الباقي هيقعد يحاسب، يبقى نعمه ولا مش نعمه؟ يساله من في السماوات والايه والارض، كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان، سنفرغ لكم ايها الثقلان، بقى هنفضلكم يعني، طب بقى هنفضلكم دي كلام يخوف ولا لا؟ يقولوا فبقى ما انا بخوفه، يبقى بخوفه عشان يحتطلع، يبقى نعمه ولا مش نعمه؟ ويقول ايه؟ يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، فبأي آلاء ربكما يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، وبرضه يقول بعدها فبأي آلاء ربكما، ايوه بيقول لي على الشر اللي هيجيني، يبقى بينبهني على انني ايه؟ ما اعملوش يا الله، فاذا انشقت السماء فكانت ورده كالدهان، طب ده دي لسه هتحصل، فبأي آلاء ربك، كوني بقول لك على اللي هيحصل، اهي دي الايه؟ اهي دي كلها الايه؟ كلها النعم. طب ينذر به، يبقى اذا ساعه ما تبين للانسان مغبه العمل السيء الانذار ده، يبقى كانك تقدم اليه نعمه وتسدي اليه ايه؟ وتسدي اليه جميلا وايه؟ ومعروفا. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد. اله واحد، اما هي دي القضيه القمه، قضيه الايه؟ القمه. اله واحد بنصدر كلنا عن امره، لان اللي بيخلي الناس تختلف ايه؟ لان المهم ان تتضافر حركه الاحياء وتتساند، مش ان تتعاند. انت بتعمل حاجه ايه وغيرك يهديه، يبقى باسمك بتتعاند مع حركتك، بتعاند ايه؟ متى يبلغ البنيان يوما تبنوه؟ اذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه.
يبقى إذن مهمة الحياة إن نعمل حركاتنا إيه؟ ومواهبنا تتعاضد مش تتعارض. الموهبة دي تعضد الموهبة الثانية، مش إنها تفضل ضده. لما المجتمع يبقى بالشكل ده يبقى مجتمع إيه؟ يبقى كله متحرك في اتجاه واحد، بس لأنه من إله وأمر واحد. مش أنت خدت عن دي. ولذلك إيه؟ إذن لذهب كل إله بما خلق، مش كده ولا لا؟ وما كان معه من إله، إذن لو كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق، ولا على بعضهم على بعض. ولذلك هناك لما ضرب المثل قال لك يا أخي على الآلهة، يا ريتهم الآلهة هيبقوا يتفقوا ويعملوا هدنة مع بعض كده، يقول له أنت خدي وأنت خدي وأنت خدي وانت خدي وانت تبقى للسماء وده للارض وده اللي مش عارف ايه بتاع ده متشاكسون. ضرب الله مثلا ايه؟ رجلا فيه شركاء متشاكسون، مش شركاء متفقين حتى، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان؟ عبد مالوش الا سيد واحد، وعبد له 10 اسياد شركه فيه، وكل واحد من الشركاء مختلف مع المين. شوف التبديده بقى اللي تحصل. هذا بلاغ للناس. إذن قوام الدين بعد تلقيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ من سمعه من لم يسمع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها. عشان إيه؟ لمن لم يسمعها، عشان تفضل سلسلة البلاغ إيه؟ متصل. إذن فإذا لم يبلغ قوم يبقى الوزر على مين؟ لا مش على القوم، على من لم يبلغ. نقال له أنت ما خدتش شرف التبعية لرسول الله. ده شرف التبعية لرسول الله أنك محمل ما حمل الأنبياء السابقون من بعد رسلهم. اللي يعلم حكم يبقى نبي بيبلغه. ولذلك مطلوب منه ما طلب من الرسول. هو قال له ايه؟ ايه؟ لتكونوا شهداء، لتكونوا إيه؟ ويكون الرسول يبقى شاهد انه بلغكم، فبقي عليكم ان تبلغوا مين؟ ان كنتوا تبلغوا الناس. يبقى كلمه هذا بلاغ للناس، اللي يسمعها منه يبقى يعرف حكم مين يبلغه. ولما تعرف حكمه وتبلغه يمكن اللي تبلغه ينتفع به أكثر منك. يمكن أنت خدت الحكم ولا عملتش به، يمكن هو لما يسمعه يعمل. رب مبلغ إيه؟ أوعى من سامع. ولذلك بقول لك إياك أنك أنت تخلط بين المعلومة تقال لك وبين سلوك من يقولها لك. مالكش دعوة به، خذ بعلمي ولا تركن إلى عملي، واجني السمارة وخلي العودة للنار. وخلي العودة للنار. يبقى هذا بلاغ. فمن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وصدق ما جاء به من البلاغ عن الله فليحمل هذا البلاغ لمن يليه لتظل الرسالة موصولة. ولذلك أجد كنتم خير أمة أخرجت للناس. انتوا واخدين مهمة الأنبياء. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد. لأن البلاغ اللي جاي ده جاي من الله على الرسول، والرسول أمين في تبليغه، ولا يمكن أن يصدر عن الواحد الحكيم أوامر متضاربة، إنما التضارب ينشأ من اختلاف الآمر أو من عدم حكمة الآمر. وليعلموا أنما هو إله واحد. كلمة واحد دي علشان احنا قلنا في الأول ما تكلمنا كلمة واحد عشان تمنع الشركة. واحد يعني ما فيش أفراد زيه، إنما أحد الناس فاهمين أنها مرادفة. الواحد الأحد نقول له لا، ده الواحد لها معنى وأحد لها معنى. واحد يعني ما فيش زيه، إنما أحد مش مركب من أجزاء، ملوش أجهزة يعني، ملوش إيه أجهزة. ليه؟ قال له لأنه لو كان ذا أجهزة لكان في ذاته محتاجا إلى أبعاضه.
يبقى البعض ده محتاج لده، القلب محتاج للرئه، والرئه محتاجه للمش عارف الايه، والبه يبقى ذاته محتاجه. ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش. نعم. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد. وما دام البلاغ حيجي ونعلم القضيه الاساسيه الاصيله دهيا، يبقى اولو الالباب يستقبلون هذا البلاغ ويستقبلون الالوهيه الواحده باوامرها، يستقبلونها بايه؟ بالبابهم وبعقولهم. فان كانت في قضيه الالهيه الواحده، نقول له يا اخي بص تعالى، احنا قلنا الله قال انا الله وما فيش اله، لا اله الا هو. ولذلك تجد ان في الشهاده قبل ما يطلب منك انك تشهد، شهد لنفسه، شهدت او لم تشهد؟ شهد الله انه لا اله الا هو، دي شهاده الذات للذات. خلاص، شهد الله انه لا اله الا هو، دي شهاده الذات للذات. والملائكه شهدوا، شهاده المواجهه، ما فيش الا هو ولا عمال بيا. واولو العيل شهاده الاستدلال بقى، شهاده مين؟ والرسول لما بيقول اشهد ان لا اله الا الله، بعد ما ربنا قال شهد الله انه لا اله الا، وبرضه هو يشهد بان محمد رسول الله، هو نفسه مش بيقول اشهد ان لا اله الا الله ويسكت، ولا بيقول واشهد ان محمد رسول الله؟ طب ده لو لم يشهد ويقر به كان ما تبقى، ما ينفعش يبقى رسول. ولذلك لما جت جابر بن عبد الله كان اقترض من الله من اليهودي فلوس، وقال له اعطاها لك عند جزاز التمر، يعني لما نزل التمر، فالتمر خاص يعني ما جابش، يعني زي ما نقول خاب، ما جابش المطلوب. فقالوا للرسول عليه الصلاه والسلام ان جابر كان مدينه لليهود والتمر بتاعه ما يؤديش، فاستسمح اليهود انه يؤجله. قال له طيب، فاستسمح اليهود، قال له لا يا ابا القاسم. استسمحه مره ثانيه، قال له لا يا ابا القاسم. استسمحه انه رجع، قال له يا ابا القاسم. قام النبي جال في البستان وقال له اين عريشك يا جابر؟ العريش الحته اللي بيبقى ينام عليها صاحب النخل كده. فوداه النبي اغفى اغفاء، وقال له يا جابر جز وقطي، يعني قطع التمر وايه؟ واقضي دينك لليهود دي. قال جابر فذهبت فجززت ثم اديت الدين لله، فوالله لقد بقي عندي ما لم يبق لي وانا غير مدين. فلما راح للرسول وجاب شويه، قال له يا رسول الله حصل كيت وكيت. يقوم النبي شوف بقى يقول اشهد اني رسول الله. وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب. والالباب جمع لب، ولب الشيء حقيقة جوهره، لأن القشرة جاية عشان تحافظ على الإيه؟ ودايما المحفوظ أنفس من الحافظ. وكانت هذه الآية الكريمة مسك الختام لسورة إبراهيم، وقلنا إنها ركزت الدعوة بلاغا صدر من الله ليبلغه رسوله الذي أيد بالمعجزة، ليحمل منهج حركة الحياة للإنسان الخليفة في الأرض. وإذا ما صدرت قوانين حركة الحياة للإنسان الخليفة في الأرض المخلوق لله، وجب أن لا يتزيد عليها أحد بإكمال ولا بإتمام، لأن الذي خلق هو الذي شرع، وهذه المسألة يجب أن تكون على ذكر من بال كل إنسان مكلف، لأن مشاغل الحياة ومتعها وشهواتها قد تصرف الإنسان عن المنهج. فيقول الحق في ختام السورة وليذكر أولو الألباب، فكأن هناك دوافع توحي بالغفلة. فالإنسان المؤمن يجب أن يعيد على نفسه قضية الإيمان بلاغا من إله واحد على لسان رسول مؤيد بمعجزة، فليتذكر الألباب هذه القضية
حتى لا تغفل عنها أبدا. وحين يأتي المقابل لينبهك إلى معايير المقاييس وهو اللب وهو العقل، فاعلم أن قضيته قضية موثوق منها، لأنه لولا الوثوق منها لما حرك عقلك لتتذكر، ولا حرك عقلك لتبحث، ولا حرك عقلك لتقارن. فإن الإنسان إذا ما ذهب لشراء سلعة من السلع ثم جاء البائع فعرض كل شيء يقول له تيقظ للفتلة، صف 100% بدليل انها كذا، اعمل عقلك، شوف ده ما بتكشش، ده ما بتكرمشي، اذا عمال بينبه فيك المقاييس، ولو كان غاشا لما نبهك الى المقاييس. اذا بينبهك المقاييس بيقول لك رد بالك، دي كذا دي كذا دي كذا، ولو كان غشا لكلفت لك الامر كلفتة. اذا لما بيقول لك اللي يتذكر اولو الالباب واثق سبحانه انك اذا حركت عقلك للفهم وحركت عقلك لاختيار بين البدائل فلن تجد الا ايه الا هذا الشيء. وبعد ذلك ينقلنا الحق الى سوره اخرى من سور القران. هذه السور تتكلم عن حاوي البلاغ الذي يحب الألوهية الواحدة والتي يقول الله فيها وليتذكر أولو الألباب.